بسم الله الرحمن الرحيم. بنواصل تسجيلاتنا عن Chapter 4 Hydraulic Pumps بالريكورد نمبر 7. تعرفنا حتى الآن على Classification of Pumps وتعرفنا على Pulsation Flow و What is a Displacement Pump, What about the Causality Relation in the Hydraulic Power System, إلى آخر الموضوعات اللي طرحت في التسجيلات أرقام 5 وأرقام 6. النهاردة هنواصل كلامنا, هنبتدي ناخد كل نوع من الأنواع ونتكلم عنه from the point of view of construction, operation, displacement وما قد يطرأ من ملاحظات. Take care إنه this is not a training course. A training course لازم هيبقى فيه كلام تفصيلي عن الكونستراكشن والاتاتشمنت والسبيسيفيكيشنز, لكن احنا في اطار مقرر لطالب كليه هندسه, فاحنا بنعول كتير على قدرتك على التعلم الذاتي وعلى قراءه التفاصيل من المرجع الرئيسي ومن المراجع الاخرى اللي انت ممكن تتيحها. التعلم الذاتي along the whole life, ده مطلب أساسي يا حضرات لكي تستمر في أن تبقى مهندس. نبدأ أولا بالبنت أكسس أكسل بيستون بومب. احنا اتكلمنا عن دي عشان نفهم يعني إيه pulsation of flow. نعاود الكلام مرة أخرى عشان نتكلم على what is a bent axis axial piston pump. نراجع: driving shaft, rotating disc, piston attached to the disc by spherical piston end. البيستون نفسه is mounted على bearing. البيرنج بيتحمل radial واكسيال load, وبعدين كل بيستون بيبقى inserted داخل cylindrical hole, داخل cylinder block, والcylinder block هنا is machined to view the piston. لكن طبعا ده مش صحيح لأن حضراتكم المنظر اللي ده شكل السيلندر بلوك. انت شايف انه الهول is completely closed, بس كده ده في حالة الاندستريال equipment بتبقى البلوك ماسيف, كتلة ضخمة من الستيل. يمكن في حالة الاير كرافت سيستمز بيكون الوول ثيكنس اوف ذا سيلندر بلوك بيبقى دقيق قوي, وبالتالي بيستخدم سبيشال ماتيريالز لانه في حاله الافيشن المطلب المينيمم دايمنشنز اند مينيمم ويت ده مطلب اساسي في حاله, وبالتالي بيكلفنا اكتر. اتكلمنا قلنا الاتي انه في عندنا هنا اكسل درايفنج شافت درايفنج ذيس ديسك, بتدور معاه السلندر بلوك والبيستونز. كل سلندريكال هول في السلندر بلوك بتنتهي بهول في هنا بورت بليت, وبالتالي الشكل بتاع الكونكشن بيبقى كالاتي: ده درايفنج شافت, ده الديسك, دي البيستونز, ده السلندر بلوك, ده البورت بليت. بورت بليت ده عبارة عن بليت عليه تو بورتس, والاثنين واخدين شكل هلالي او كيدني شيب هول, هو اقرب الحقيقة شكل الكيدني. البيستون بيبدأ الدوران مع السلندر بلوك اول 180 درجة من حركته, بيكون متصل بأحد الهولز, وال180 درجة الثانية بيتصل بالتاني. الجزئية دي والديزاين اوف ذا بورت بليت في كلام كتير. احنا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم for more details you have to refer to literature, لكن انا بالنسبة لي بنعرف في المينيمم تايم ديوريشن بنعرف الكونستراكشن والاوبريشن. هنا عاوزين عشان نتخيل الكلام ده هنفتح الفيديو ده ونشغله. الفيديو ده بيقول ايه؟
بيقولنا في عندنا بنت اكسس اكسل بيستون بومب ده درايفنج شافت ده روتيتنج ديسك. طبعا البيرنج مش موجود، ده يعد بدرجه اخرى سكيماتيك، ده حتى ده مش فيديو، ده جينيريتد انيميشن. البيستونز ار اتاتشد بسفيريكال اند للروتيتنج ديسك. البيستونز ار انسيرتد انسايد ذا سيلندر بلوك which rotates together with the pistons and disc and driving shaft. نلاحظ الآتي، نظراً للإنكلينيشن أنجل فهنلاقي أنه البيستون هو في الأبر بوزيشن بيكون far from the port plate، يعني الغرفة اللي بتحرك فيها بيكون حجمها minimum، ومع الدوران بيبتدي يتحرك للداخل فبيعمل إيه؟ فبيزيح الأويل إلى البورت بليت المواجه لي. بعد ما كمل اول 180 درجة بيتحرك في الاتجاه العكسي فبيتحرك للخارج فبيسحب اويل من استراكشر لاين. يبقى معنى كده البورت بليت از نوت روتيتنج، بوث اوف ذا هولز اون ذا بورت بليت ار كونكتد تو ذا سكشن اند ديليفر لاين، يعني السكشن بورت للسكشن لاين والدليفري بورت للدليفر لاين. وبالتالي if the pump is rotated in this direction يبقى اذا البورت ده واللاين ده they are the delivery parts واللزق ده استكشن، لكن لو عكس اتجاهه يبقى استكشن هيبقى delivery والدليفري يبقى استكشن. ده من ناحيه تخيل شكل البامب. نيجي هنا بقى نشوف الاسكيماتيك ده، هنلاقي الآتي. حضراتكم تعالى احنا عايزين جزء أساسي ان احنا نحسب البامب ديسبليسمنت. لو ناخد من السنتر اوف ذيس سفيريكال اند، طبعا السطح سفيريكال، السطح اللي هو السلندريكال ده يعني عمل ترانكيشن لانه ملوش لزوم ان يبقى كله سفيريكال، ومع ذلك ذيس نوت اور بوينت. من الاكسس من السنتر هنا خدنا خط عمودي على الاكس اوف روتيشن، الاكس اوف روتيشن از فيكسد ان سبيس، وبالتالي خدنا الزاويه ما بين اللاين ده والفيرتيكال بلين. البيستون في نهايه مشواره يعني هو اوريجينالي كان هنا وفي نهاية مشواره في الديليفري ستروك بيبقى هنا، يعني اتحرك اكسيالي المسافة دي. الديامتر اوف او البيتش سيركت اللي حواليها السفيريكال اندز ار اتاتشد الديامتر بتاعها كابيتال دي. يبقى اذا البيستون الستروك بتاعته هي اتش، حيث اتش بتساوي الديامتر في ساين الانجل الفا. يبقى الانجل الفا محددة هي practical inclination angle of the cylinder block، وبالتالي البيستون ستروك هي اتش، هو ذي الستروك along which the piston displaces the oil out of the pump. طب يبقى البيستون الواحد بيزيح حجم قد ايه؟ البيستون الواحد بيزيح حجم بيساوي cylindrical volume displaced by the piston، يعني بيساوي area أو cross sectional area of the cylindrical hole by دي سكويرد باي 4 مضروب في الستروك. باي دي سكويرد باي 4 مضروب في الستروك. يبقى اذا البيستون بيزيح حجم اويل بيساوي ايه؟ باي دي سكويرد باي 4 اللي هو الفوليوم بيساوي أول حاجة باي باي 4 دي سكويرد مضروب في الستروك، نضربه في نمبر اوف بيستونز يدينا الفوليوم اوف اويل ديسبليسد ديورينج وان كومبليت ريفوليوشن. نكرر تاني، البيستون اريا باي دي سكويرد باي 4 مضروبة في الستروك اللي هي اتش اللي هي كابيتال دي ساين الفا، ده بيدينا الفوليوم ديسبليسد باي 1 سلندريكال تشامبر.
تتضرب في النمبر اوف بيستونز يدينا البامب ديسبيسمنت. يبقى اذا البامب ديسبيسمنت اللي هو الفوليوم اوف اويل ديسبيسد باي ذا بامب during one complete revolution بيساوي ايه؟ اول حاجه ال displacement volume of one piston by 4d squared في الستروك اللي هي h اللي هي d sin alpha. d sin alpha طيب احنا عندنا number of pistons z 5 7 9 يبقى لازم نضرب لان كل piston بيعمل one complete deliver stroke per revolution. يبقى هنضرب في number of pistons يبقى this is the volume displaced by the pump during one complete revolution. هنا هنقول بقى انه if the inclination angle is constant then the pump displacement is constant. اما اذا كانت البامب يمكن التحكم في الانكلينيشن انجل بتاعتها زي النوع ده على سبيل المثال نفس البامب اهي درايفنج شافت البيرنج واضح هنا الروتيتنج ديسك البيستونز السلندر بلوك البورت بليت اذ يو كان كنترول ذا بامب او ذا انكليشن انجل اوف ذا سلندر بلوك يبقى معنى كده ايه اللي هيتغير طالما الانجل بتتغير يبقى الستروك بتتغير يبقى البامب ديسبيسمنت بتتغير اذا هذا النوع من البامبس في منه نوعين نوع فيكسد ديسبيسمنت بتلاحظ ان الاستراكشر هنا مثبت الانكلينيشن انجل وفي انذر ديزاين فيه كنترولر بيتحكم في الانكلينيشن انجل اوف ذا سلندر بلوك وبالتالي ذيس بامب از اوف فاريبل ديسبيسمنت يعني فور ذا سيم اوبريتنج كونديشنز ممكن اخليها تدي ديفرنت فلو ريتس باي لاغراض متعدده كم نوع من الكنترولر كتير كل نوع بيدي control function according to the system requirements. هنشرح البامب دي والاوبريشن بتاعتها في اخر كلامنا عن الشابتر بتاع البامبس. النوع الثاني من البامبس اللي هي السواش بليت بامبس. What is a swash plate pump? The driving shaft. في بليت البليت ده ممكن يكون ثابت ممكن يكون متحرك ثابت في حاله الفيكس ديسبيسمنت بامب روتيتنج في حاله حوالين اكسس فيرتيكال تو ذا سكرين في حاله الفاريبل ديسبيسمنت بامب بتتكون البامب من حاله السواش بليت بامب درايفنج شافت cylinder block rotates with the cylinder block with the pistons لكن ال swash plate is not rotating ال port plate is not rotating يبقى ال rotary group بتتكون من ايه ال driving shaft mounted على bearing طبعا و ال cylinder block والبيستونز وفي بليت هي يعني very 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 perfect design اسمه retaining plate اللي هو رقم 5 ده. How does this pump operate؟ تعال نرجع للرسم الاول ده اوضح شويه. عندنا ده driving shaft دي cylinder block. هنلاحظ حاجه انه في الاكزامبل اللي قدامنا ده البيستون ريسيبروكيتس ان اي دايركشن which is not exactly parallel to the driving shaft slightly inclined هنتكلم هنشوف ليه ده لكن في حالات زي اللي احنا شفناها من شويه دي الفيكس ديسبيسمنت بامب the piston reciprocates parallel to the direction of rotation of the driving shaft. Both of these types are called axial piston pumps with the swash plate. ايه فايدة السواش بليت؟ نشوف كده اذا كان السواش بليت inclined بالشكل ده
مش فيرتيكال. يعني لو السواش بليت فيرتيكال معناه انه الاكسيز اوف ذا سيريكال جوينتس ار اولسو فيرتيكال، وبالتالي البيستون لما ينتقل من هذا الوضع الى هذا الوضع it does not displace in the axial direction. As long as it was not displaced in the axial direction, يبقى إذن لا يوجد suction ولا يوجد delivery. وهذا الوضع غير مسموح به unless you ensure another source of pressurized oil to pressurize both of the suction and delivery lines to force the minimum required level of leakage necessary for the lubrication and cooling of the contact surfaces. الجملة الطويلة دي حضراتكم ايه هتذكروها طبعا. او عندك الفيديو بقى كرره. هنا البيستونز how are the pistons attached to the swash plate. البيستون بينتهي بسليبر باد. السليبر باد شكلها بيبقى كالآتي. دي السليبر باد، ده الجزء العلوي منها بيبقى الديامتر بتاعه أكبر من الفتحة اللي في الريتيننج بليت اللي أشرت إليه. فقبل ما نركب نجمع البامب بنحط أول بندخل نثبت البيستون ونضغط عليه السليبر باد. الجزء ده منها سيلندريكال، لما بيضغط عليه خلاص يبقى البيستون is attached to the slipper pad. وبعدين بندخل البيستون والجزء ده من السليبر باد في الريتيننج بليت بالشكل ده، وبعدين ندخل مجموعة البيستون في السلندر بلوك. يبقى الاسمبلي بتاع البامبنج اليمنت بالشكل ده، سليبر باد attached to the spherical end of the piston mounted داخل الهولز اللي على الريتيننج بليت، والبيستونز داخل السلندر بلوك. هنا ده السواش بليت اللي بتكلم عنه، يا اما ثابت يا اما متحرك. لكن اول ما الاقي ريتيننج بليت اعرف ان ده روتيتنج سواش بليت. ليه؟ لان الروتيننج بليت is guided to rotate all the time parallel to the swash plate. How? هنلاحظ ان هنا fixed guiding surface. لما السواش بليت بيتحرك في هذا الاتجاه السيرفس ده بيحكم زاوية دوران او زاوية ميل الريتيننج بليت بحيث لا يسمح انه يتحرك في الاكسيال دايركشن. وبناء عليه بقى في عندي fixed non-rotating swash plate، rotating retaining plate اللي فيه مجموعة الهولز اللي داخلة فيها السليبر باد which is compressed to the spherical end. يبقى إذا يصعب إنه البيستون يتخلع من السليبر باد وإن كان ده أحد الأعطاب اللي بتحصل. يبقى إذا البيستون المفروض طالما السواش بليت في الزاوية دي، إذا الريتيننج بليت اللي لو خدت فيه سيكشن هتلاقي فيه هنا أدي هول والناحية التانية فيه هول مناظرة، طبعا مش بالظبط قدام بعض لأن العدد البيستونز بيبقاش ايفن، ده بيبقى اوض. لكن في النهاية الريتيننج بليت روتيتس بارلل تو ذا سويش بليت. يبقى معنى كده المحل الهندسي للسليبر باد هيبقى بين التو بليتس. يبقى اذا البيستون هو في الوضع ده، بما انه السواش بليت بعيد عن السلندر بلوك يبقى البيستون مسحوب للخارج، ولما يدور 180 درجه بيدفع للداخل. يبقى معنى كده ان الثلاثي الريتيننج بليت السليبر باد السواش بليت دول بيحددوا المحل الهندسي لدوران البيستون. في الوضع ده بيبقى البيستون مسحوب للخارج
وبالتالي حجم الغرفة ماكسيموم. في الوضع ده بيبقى مدفوع للداخل وبالتالي حجم الغرفة بيبقى مينيموم. لما بيدور أول النص الأول من زاوية من الدورة بتاعته 180 درجة بيعمل ديليفر ستروك وبعدين بيعمل ساكشن ستروك. في هنا البورتو بليت اللي اتكلمنا عنه، يبقى معنى كده إن البامب بتاعتنا بتسحب من الكيدني شيب هول المتصل بالستكشر لاين وتزيح السائل الى الاذر هول اللي متصل بالديليفر لاين. البامب دي لها ثلاث حالات. الحاله الاولى ان الديزاين يكون سواش بليت انجل كونستانت زي دي. هنا مفيش امكانيه لتغيير زاويه ميل السواش بليت. This is a fixed displacement pump. ليه fixed displacement pump؟ لأنه البامب لما تدور على البامب displacement هتلاقي الآتي. ده سكيماتيك بسيط بيوضح الفانكشن. الدرايفنج شافت دي السلندر بلوك، ده البيستون، دي السفيريكال اند، دي السليبر باد، ده الريتيننج بليت جايدد بالجايد بتاعه بحيث يبقى اول ذا تايم بارلل تو ذا سواش بليت. يبقى اذا السليبر باد نهايتها بتبقى اللوكس بتاعها المحل الهندسي بتاعها هيبقى باوندد بالتو بليتس السواش بليت والريتيننج بليت. If the swash plate is constant then the retaining plate inclination angle is parallel to it، يعني ايضا الزاويه بتاعته ثابته. يبقى اذا البيستون بيتحرك من الوضع ده للوضع ده، يعني بيعمل الستروك دي بير ريفولوشن. الستروك دي بتساوي ايه؟ ناخد السلندر سلندر بلوك، البيتش سيركت دايمتر بتاعها كابيتال دي يبقى بقى المجاور، والستروك هي المقابل، يعني اتش بيساوي كابيتال دي تان الفا، لان اتش على دي هيدينا تاني الانكلينيشن انجل. وبالتالي نفس الاكسبريشن بتاع الانكلايند او البنت اكسس اكسل بيستون بامب، هناك كانت ساين الفا وير الفا از ذا انكلينيشن انجل اوف ذا سلندر بلوك، هنا تان الفا وير الفا از ذا انكلينيشن انجل اوف ذا سواش بليت. الاكسبريشنز دي مطلوب لنا تتحفظ عن ظهر القلب. وطبعا زي ما حضراتكم قلنا ده درايفنج شافت، السواش بليت، السليبر بادز، الريتيننج بليت، البيستونز، السلندر بلوك، البورت بليت، وفي شويه اضافات بقى بتبقى موجوده علشان نتأكد انه السلندر بلوك is also always in contact with the port plate تحت تأثير built in spring الى اخره. الاضافات ديت طبعا دي تفاصيل الكونستراكشن هامه جدا صحيح، لكن دي مش موضوعنا دلوقتي. ارجع للتعليق الهام جدا اللي كنت بتكلم فيه اللي هو ايه؟ البامب دي لها ثلاث حالات. الفلاش بليت انكلايند في اتجاه، يبقى اذا احنا هنزيح لاحد البورت بليت. لو كان بيدور السواش بليت في اتجاه يبقى وان اوف ذا بورت بليت هولز تبقى ساكشن والثانيه بتبقى دليفري. لو عكسنا زاويه الميل هنعكس اتجاه الضخ، يعني في الحاله ديت بيبقى دليفري ساكشن وساكشن دليفري. طب ولو خلينا البليت الانجل زيرو، لو الانجل بقت زيرو يبقى معنى كده البيستونز اكسلي ذا ان ذا سيم بوزيشن، يبقى مع الدوران ذير از نو ساكشن نو ديليفري، يبقى نو فلو انسايد ذا بامب. البامب دي ممكن تشتغل ب 5000 ريفولوشن بير مينيت، يعني انت متخيل الروتيتنج جروب المكونة من السلندر بلوك، البيستونز، السليبر باد، البورت، الريتيننج بليت، الدرايفنج شافت، البيرنج بتاعه،
كل دول بيدوروا ب 5000 ريفولوشن بير مينت. الوحيد اللي لا يدور او الاجزاء التي لا تدور هي طبعا الكيسنج و السويتش بليت و البورت بليت. في فريكشن بين السلندر بلوك وبين البورت بليت, في فيسكس فريكشن بين روتيتنج بارتس كلها والليكويد فريكشن يعني هيت جنريشن. Without flow يبقى no lubrication no cooling. البامب لو اشتغل فترة طويلة بالشكل ده تحصل فيها كارثة, خاصة إذا أخطأنا كمان الخطأ اللي قد يحدث أحيانا إنه لو واحد ركب البامب دي مقلوبة, يعني فتحة التصفية دي إلى أسفل, يعني ممكن الزيت اللي في الداخل كله يزاح إلى التانك, وفي الحالة دي بنقع في مشكلة كبيرة. الهيتنج بروبلم بتزيد وممكن البامب تتحرق. تتحرق يعني إيه؟ يعني أي هيدروليك ليكويد له قابلية لإذابة الهواء, يعني فيه نسبة أكسجين مذابة, خمس كمية الغير مذابة. اقروا الكلام ده في تشابتر 2 لو تكرمت, أنا ما شرحتوش, ده خارج نطاق المقرر بتاعنا. يبقى معنى كده لما درجة الحرارة بتزيد هيحصل partial oxidation للليكويد. ليه؟ في عندنا ليكويد قابل للاشتعال, في عندنا أكسجين, السائل يبتدي يظهر فيه كربون ديبوزيتس نتيجة للتفاعل ما بين السائل القابل للاشتعال والأكسجين المذاب. بعد شوية لو سيبنا البامب تنشف سوري تبرد, هيحصل انه الجام ديبوزيتس دي او الكربون ديبوزيتس تنشف تتجمد والأجزاء تبقى عمليا التاتش لبعضها لدرجة انها لا يمكن انها تتحرك. لما تفك البامب دي تلاقي السلندر بلوك المجموعة دي كلها كتلة واحدة, وتلاقي الزيت لونه بني داكن للغاية اقرب الى السواد. هنا بنقول البامب اتحرقت, عشان كده يتوجب all the time انه اولا حجم الزيت اللي داخل البامب كيسنج, لازم البامب كيسنج تكون مليئة بالأويل, نمرة واحد. نمرة اتنين, لو جبت البامب من على الرف وركبتها اول حاجه تعملها لازم اذا اول بتفتش, لانه احد عناصر التخزين الجيد انها تكون مليئه بالاويل عشان نمنع الاكسديشن. لكن لازم تتاكد انك عملت ريبليسمنت لزيت التخزين بزيت فريش, والماونتنج لازم تتاكد ان الهول دي راسيا الى اعلى, بحيث الماسورة اللي موصلها للتانك ما بتسمحش بالسريان الا اذا حصل اوفر فلو, يعني حجم الاويل في الغرفة دي زاد نتيجة للتسريب الداخلي. يبقى ضمان ان يكون فيه وجود تسريب, تسريب بيعمل ريكيشن بيعمل كولينج, والهوت اويل بنرجعه للخزان وبيحل محله all the time سائل من السكشن لاين اللي هو درجة الحرارة بتاعته أبرد. ده النوع الثاني اللي هو البنت السويتش بليت بامب. لما تيجي بقى في البامب دي, البامب دي ممكن ان تستخدم في حالة ما يسمى بالكلود سيركت. كلود سيركت بنلاقي الفرعين دول اللي هم دخول والخروج وماونتد لهيدروليك موتور. السويتش بليت هيدور في اتجاه, الموتور هيدور في اتجاه, المعدة تحرك الامام. عكست زاوية ميل السويتش بليت يبقى السكشن ديليفري والديليفري سكشن, يبقى الموتور عكس اتجاهه يبقى المعدة اتحركت للخلف مارشالير, وبالتالي المعدات اللي مزودة بالكلوزد هيدروليك سيركتس اللي فيها النوع ده من البامبس بتتحرك في كل الاتجاهين بنفس السرعة. لما تحب تثبتها يبقى لازم تحط السويتش بليت في الفيرتيكال بوزيشن. لو ده حصل يبقى معنا مشكلة, الانجين بتدور, البامب بتدور بهاي سبيد, هيتنج نو لوبريكيشن نو كولينج. عشان كده بيبقى في عندنا المعتاد في النوع ده في جير بامب. الجير بامب دي بتبقى مهمتها انها ترفع الضغط في الفرعين الى وليكن 17 18 بار. يبقى بقى الفرعين دول فيهم بريشرايزد اويل, بقى في ليكج, بقى في لوبريكيشن, بقى في كولينج. لكن الغرض الاساسي من البامب ده مش بس كده, ده منتج ثانوي لكن لها استخدام اخر في حالة الكلود سيركت. This about the switch plate pump. البامب بتاعتنا اللي بنتكلم فيها هي دي.
أما البامب الأخرى دي فالكلام عنها له مكان أو موضع آخر. ده شكل للأجزاء بتاعت السواش بليت بامب. هنا السواش بليت ممكن نغير الزاوية بتاعته من خلال كنترولر، مش موجود هنا لكن حضراتكم اللي يحب يذاكره، مصادر الحصول على الكونستراكشن اوبريشن بتاعته متعدده. ودي البنت اكسس اكسل بيستون بامب. النوع اللي بعد كده من البامبس هو الراديال بيستون بامب. في حالة الراديال بيستون بامب، البامب لها درايفنج شافت. الدرايفنج شافت ماونتد عليه اكسنتريك كام، يعني ده الاكسل اوف روتيشن اوف درايفنج شافت. هتلاحظ ان الشافت بيدور حوالين نهاية الماوس الطرفية، لكن فيه حواليه كامة. الكامة دي بتدور مع درايفنج شافت، لكن the cam is eccentrically mounted to the driving shaft. وبالتالي الكامة لما تبقى في الوضع ده بتكون البيستون أقرب ما يمكن إلى الـ axis of rotation of the driving shaft، يعني تحرك إلى أسفل، والعكس مع الدوران بيزاح إلى أعلى. إذن البيستون بيعمل reciprocating motion in the radial direction تحت تأثير إيه؟ الكامة. البيستون نفسه بيتحرك داخل cylindrical body، والاثنين mounted مع بعض ب ستيف سبرينج. السبرينج عامل ايه؟ دافع السلندريكال بودي راديالي للخارج بحيث يبقى ان كونتاكت مع سفيريكال سيت. السفيريكال سيت بيسمح بالارتكيوليتنج موشن اللي حضراتكم شايفينها دي، شوف كده. يعني هنا في السفيريكال سيت بيسمح بالحركه دي مع وجود perfect contact بين السلندريكال بودي وبين الفيكسد سيت. البيستون بالتالي نتيجة لحركته في الراديال دايركشن تحت تأثير الكامة، السبرينج بيدفع الهاوسينج او السلندريكال بارت بين كونتاكت وذ ذا سيت، والكونتاكت هنا بيبقى بيرفكت لانه الايدج الابر ايدج از شيمفرد، مش شيمفرنج بقى، از تيلورد تو هاف ذا سيم سفيريكال شيب از ذا سيت. اللي بالكم البامب دي من البامبس اللي بتعمل في اعلى مستوى للضغوط تعدى 700 بار. يبقى معنى كده ان الليكج از مينيمال، ده اللي بيحكمنا، والفريكشن از مينيمال. السطح ده بيبقى براكتيكالي ميرور بولشت. البيستون نفسه بقى حركته الرأسيه بتغير حجم الغرفه دي. يبقى معنى كده ان لما بتحرك رأسيا او راديالي للخارج بيعمل كونتراكشن او بيقلل حجم الغرفه، فبيزيح الاويل الى الخارج من خلال ايه؟ من خلال التشيك فالف. التشيك فالف ادي البوبت وادي السيت. يبقى لو البوبت سيتد يبقى ما فيش سريان، لو الضغط زاد هيزيح دي الى اعلى ويسمح بالسريان في هذا الاتجاه. وخلي بالك سبرينج ستيفنس هنا عاليه مش صغيره، فالفرق الضغط اللازم الفتح بيتعدى ال 2 و2 ونص و3 بار. كون السبرينج ستيفنس عاليه والماس قليله
يبقى ده يترجم الى ان الناتشرال فريكونسي يبقى فيري هاي جذر كي على ام، وبالتالي السبيد اوف ريسبونس بتبقى عاليه. لان خلي بالك من حاجه، البامب دي بتشتغل 400 4000 5000 لفه في الدقيقه، لو خدنا 3000 ريفولوشن بير مينت على 60 يبقى عندنا 15 ريفولوشن بير 25 ريفولوشن بير سكند. تاني اقسم 3000 على 60 يعني 30 على 5 يبقى 25 ثانية لكل كومبليت ديليفري اند ساتش اند ستروك. كل كومبليت بامبنج ستروك اللي البيسه بتتحرك راديال للخارج كل الداخل بتاخد كام؟ بتاخد حوالي 300 على 5 حوالي 60 مللي سكند. 3000 ريفولوشن بير مينت على 60 يعني بيدينا 1 كومبليت بامبنج سايكل بتاخد 50 مللي سكند. يعني المشوار الاعلى ده بياخد ما لا يتجاوز 25 مللي سكند. خلي بالك في الفتره دي لازم ده يفتح ويقفل عشان يعمل سكشن، وده يفتح ويقفل عشان يعمل ديليفري، زائد فتره سكشن وفتره ديليفري. معنى كده ان محتاج ان الريسبونس بتاع الفالف ده وبتاع الفالف ده يكون فيري هاي ريسبونس عشان ياخد مينيمم تايم تو اوبن اند مينيمم تايم تو كلوز. على فكره البامب دي هايله، المشكله رئيسيه ومتكرره فيها الامباكت اللي بتحصل عند قفل الصمامين دول اللي كتير بتشوه الكونتاكت سيرفيس، وبالتالي تغيير التشيك فالف ده بيرجع البامب لحاله almost new technical state. How does this pump او this cylindrical منفردة perform the suction and deliver stroke؟ لما البيستون بتحرك للخارج radially upwards بيزيح الاويل، عشان لما البيستون بيتحرك راديال للخارج بيعمل كونتراكشن لحجم الغرفه دي، بيزيح الاويل من خلال تشيك فالف ده للخارج. وده ديليفر ستروك. انا وات اباوت ذا سكشن؟ السكشن ستروك لما بيتحرك لاسفل في الحاله ديت بيتحرك لاسفل بيعمل حجم الغرفه دي بيزيد، صدم روبي بريشر هنا ضغط عالي في المخرج ورايح للسيستم قفل التشيك فالف ده، يبقى منع سريان هاي بريشر اويل مره ثانيه الى الغرفه. البيستون بيتحرك الى اسفل تو بي ان كونتاكت وذ ذا كامرينج تحت تاثير السبرينج اللي بيدفع البودي الى راديال للخارج وبيدفع البيستون راديال للداخل، وبالتالي احنا قربنا نوصل لل ديد بوينت اللي في اتجاه السنتر. يعني معنى كده ان في المرحله دي احنا بنتحرك راديالي للداخل، حجم الغرفه بيزيد، الضغط بيقل، ضغط السكشن اللي ان الاويل هنا بيدخل من السكشن لاين الى داخل جسم البامب، الاويل داخل الى، يبقى اذا جميع هذه الاجزاء المتحركه عايمه في الاويل. وبعدين الاويل بيسري ازاي الى المدخل؟ عشان يوصل اويل للمنطقه دي بيدخل من خلال circumferential recess، فالاويل بيدخل من هنا الى الجسم. يعني انا ضمنت ان الانلت فلو بالكامل والفلو من خلال الجروف ده، دي مش موجوده الحته دي لان مفتوحه الى الداخل، يبقى اذا ده اديشنال فاكتور في اللابريكيشن اند كولينج اوف ذا كام اند ذا كونتاكت سيرفيس اوف ذا بيستون. يبقى اذا استكشن في هذا الاتجاه والدليفري في هذا الاتجاه. الانيميشنز دي متاحه لحضراتكم لو حبيتوا تاخدوها. نتوقف عن استخدامها، نرجع للمحاضره. هنلاقي الاتي: الكاما الاكسنتريسيتي اي، يبقى اذا الستروك بتاع البيستون 2 اي،
والبيستون دايمتر دي يبقى الكروس سكشنال اريا باي 4 دي سكويرد في 2 اي اللي هي الستروك في النمبر اوف بيستونز. يبقى ذيس از ذا اكسبريشن فور ذا ديسبيسمنت اوف ذا راديال بيستون بامب. يعتمد على نمبر اوف بيستونز, الاكسنتريسيتي اوف ذا درايفنج كام, والدايمتر اوف ذا بيستون اتسلف. طبعا في انواع كثيره ديزاينز مختلفه من الراديال بيستون بامبس, انا اكتفي بهذا النوع. دي الحركه اللي احنا شفناها انيميتد من شويه.